التخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة، كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت. احنا بنتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين، مش تخطيط متواضع يعني، لا لا. احنا بنتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا 600-700 ألف فدان إجمالي الأراضي الزراعية اللي المفروض ان احنا نتمنى ان على اخر السنه دي، مش كده احمد؟ على اخر السنه دي، على اخر السنه دي تكون المايه موجوده سواء من المحسمه او من محطه بحر البقر والخط البث الناقل ده اللي كان احنا عايزين نشتغل نخلصه في اسرع وقت ممكن. دلوقتي ما بقاش في مشكله، نقدر نقول النهارده ان هيبقى في كميه اراضي نقدر انها تدخل للانتاج على نهايه السنه دي ان شاء الله. انا بتكلم هنا على سينا، مش بتكلم على توشكا ولا الوادي النطرون ولا لا، انا بتكلم على سينا بس، بنتكلم في 600 الف قديم وحديث يعني. فده امر مهم قوي، اتمنى ان احنا التنميه وزي ما بقول كده خطتنا خطه مش متواضعه،